السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ احنا هنتكلم عن شخص كده معين ممكن تكونوا شفتوه في حياتكم كده فترات بسيطه، مش كتير يعني، الناس دي قليله مش كتير. شخص بتيجي تكلمه تلاقيه بيكلمك كده، ازيك عامل ايه، انا والله انا كويس انا تمام، تلاقيه بيقعد يبربش كده كتير او يرمش كتير. القصه حصلت ازاي؟ القصه اللي انا كنت رايح حفل زفاف كده من ناس معينين، ناس صحابي كده معينين. المهم لما رحت الزفاف ده كنت قاعد بتكلم مع واحد، فاللي حصل ان الراجل ده كل ما اجي اتكلم معاه الاقيه يعني بيجي يكلمني وتلاقيه مثلا ايه عينيه بتبربش كتير قوي. فانا الموضوع بصراحه اثار فضولي جدا، فقلت اما ادور على الموضوع ده. والقصه دي او السبجكت ده او الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده لقيته في موقع اسمه كورا QURA، ده منتدى كبير قوي، منتدى الناس بتسال عليه اي حاجه، اي سؤال بيخطر على بالهم بيسالوه، وفي ناس بترد عليهم ايه زي اجابات. لاحظت لما انا كتبت اللي هو someone who is talking is blinking too much is blinking يعني يرمش. ففي بقى كذا يعني كذا حاجات طلعت لي ان هو ايه، ان الراجل ده ممكن يكون بيكذب. قال لك ان الناس اللي بترمش كتير في البادي لانجوج او لغه الجسد بيبقى يعني بتلاقيه بيكذب. بس في ناس برضو اخطأت الموضوع ده، قالك لا ما هو مش لازم اللي بيبلينكينج ده او اللي هو بيرمش ده اللي هو بيبقى الموضوع عنده ان هو كدب. بس ما هو برضو في كذا نوع يعني، ممكن مثلا ايه يقعد يهرش في مناخيره او يقعد يحك كده في مناخيره او يقعد يهرش كده، او تلاقي اللي هو لابس مثلا بدلة ولا حاجة بيفك الجرافطة علشان بيحس بالخنق، عشان في افرازات كيميائية كده ساعة الكدب بيحصل على مناخيره عشان بتدعو للحك والكلام ده. دي كده حاجة. الحاجة التانية بيبقى load of thinking يعني اللي هو تفكير زيادة عن اللزوم، بيبقى تدفقات اللي هي ايه الاشارات بتاعة المخ بتبقى قوية جدا جدا جدا، فتلاقي دي بتعمل او load كبير عليه، فتلاقي الراجل ده بيقعد يرمش كده كتير. او nervous عصبية، العصبية برضو الناس العصبيين تلاقيه بيبقى تلاقيه يقعد يبلينك كده كتير، او anxiety اللي هي ايه قلق، توتر قلق زي حاجة زي كده. وفي بقى دي حاجة كده جميلة برضو قالك copied from someone اسمه mirroring اللي هي ايه، انت لما بتيجي تتكلم مع حد مثلا صاحبك او حبيبك او واحد كده انت قريب منه قوي، بيحصل في حاجه اسمها جوت رابور دي اللي هي يعني علاقه كده قويه ما بينكم، ممكن تتكلم زيه. انت مش بتلاحظ مثلا لو في اتنين صحاب قريبين قوي من بعض تلاقي الاتنين بيتكلموا زي بعض؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل، اللي هما الاتنين تلاقيهم بيتكلموا زي بعض. هو ده ان انت لما بتيجي تصاحب حد معين او تيجي تتكلم مع حد معين ممكن وتصاحبه لفتره طويله بتتكلموا زي بعض. فهو ده ممكن ياخد بقى منه حته ايه رمشه العينين دي اللي يقعد يبربش كده. وفي awkward position دي اللي هي بيحصل عن طريق انت مثلا وقعت مثلا في موقف محرج ولا حاجه، فتلاقي انت ايه عينيك عماله تبربش ومخنوق. والموضوع ده انا ده بكلمكم يا جماعه في الموضوع العادي جدا اللي هو الناس عينيهم طبيعيه، اما انا بكلمك بقى في البلينكينج بقى او تويتشنج اللي هي الحاجات اللي بتبقى بتحصل في العينين اللي هي حاجه مرضيه جوه العين، ان العين مثلا جافه، ان العين بتحمر، ان الحاجات زي كده، لا دي انا ماليش علاقه بيها. انا بكلمك في الانسان يكون طبيعي جدا بس بيبلينك اللي هو بلينك لا بي ال اي ان كي اللي هو بيبقى بي بي بيرمش بعينيه. بس كده هو ده اللي انا كنت حابب اقوله لكم، لان انت ما تحكمش على الانسان ان هو بيقعد يرمش كتير ان هو كذاب، لان انا فعلا كنت بحسب الموضوع ده كده. قالك لا لو انت بتحسب ان هو كذاب بص على كذا انديكيتور تانية او كذا مؤشرات تانية تدل ان هو كذاب، اللي هو بيقعد يرش في مناخيره في قفاه، يقعد وكمان ما بيحبش اللي بيكذب ده يقعد يرفع عينيه في اللي قدامه عشان هو عارف ان هو بيكذب. بس كده انا حبيت اقول لكم ان الشخص اللي بيرمش كده كتير صح، لو انتوا تعرفوا حد بقى شخص بيرمش كتير اتمنى تكتبه لي في الكومنتات تحت او تبعت له الفيديو ده. واتمنى طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك قوي، تنشره بين اصدقائك اللي هم بيرمشوا كده كتير. واتمنى تنضم معانا وتعمل سبسكرايب في الفيديو في سبسكرايب في القناه بتاعه اليوتيوب، لان احنا بنتكلم عن صح اقول لكم ساعات الايد، بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن المعلومات العامه، بنتكلم عن اي حاجه. انا لسه جايب دي صح قريب، دي تيسو بي ار اس 200 دايفر، ابقى اعمل ان شاء الله يعني ريفيو عنها.
واتمنى طبعا ما تنساش طبعا تعمل لايك وشير، هقولها لكم تاني، لايك وشير، وتعمل سبسكرايب للقناه، تشترك في القناه، تنزل تحت كده وتشترك في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.